انطلاقا من الدور الكبير لمعاوني الأمن في إثراء العمل الشرطي بقدراتهم التدريبية والتعليمية المتميزة التي اكتسبوها خلال فترة دراستهم بمعاهد معاوني الأمن، منذ أن تم استحداث هذه الفئة ضمن منظومة العمل الأمني واستمرارا لضخ المزيد منهم في أجهزة وزارة الداخلية، فقد صدق السيد محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الذكور والإناث بمعاهد معاوني الأمن وفقا لشروط وضوابط محددة أعلن عنها مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن فتح باب القبول والضوابط. تفضل السيد محمود توفيق وزير الداخلية بالموافقة على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها لراغبي الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن من الذكور والإناث الدفعة التاسعة وفقا للقواعد التالية: أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية، ألا يقل السن عن 19 عاما ولا يزيد عن 25 عاما في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب، ألا يقل الطول عن 170 سنتي بالنسبة للذكور، بالنسبة للإناث لا يقل الطول عن 160 سنتي، ألا يكون مجندا بالقوات المسلحة أو ملحقا بالخدمة بهيئة الشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخرى، ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج. وشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن أماكن ومواعيد سحب كراسات الالتحاق، وهي معهد معاوني الأمن بطرة للذكور والإناث، ومعهد معاوني الأمن بمدخل وادي النطرون بالبحيرة للذكور، ومعهد معاوني الأمن بمدينة السادس من أكتوبر طريق الواحات للذكور، ومعهد تأهيل الأفراد بحي الكوثر بسوهاج للذكور. ويتم التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت اعتبارا من يوم السبت الموافق 4 نوفمبر 2023 حتى الخميس 7 ديسمبر 2023. ويحصل الطلاب على مزايا خلال فترة الدراسة، حيث تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة للطلبة، كما يحصل الطلاب على مكافأة شهرية خلال فترة الدراسة بالمعهد. الدراسة بمعاهد معاوني الأمن على مدار عام ونصف لتأهيلهم علميا وعمليا للالتحاق بكفاءة وفاعلية واحترافية للعمل بمختلف المواقع الشرطية. الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن هي فرصة لمن تنطبق عليهم الشروط للالتحاق بهذه المعاهد، شرط اجتياز الاختبارات المحددة من نفسية وذهنية وبدنية وصحية ورياضية، ثم بعد ذلك الدراسة بالمعاهد مدة عام ونصف، بعدها يتم الالتحاق بكافة المواقع الشرطية مسلحين بالعلم والخلق والاحترافية الكبيرة. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.